السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله عليكم الإخوان، تحياتي لكم جميعا. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم جزيل الشكر على التشجيع ديالكم والدعم ديالكم المتواصل، بارك الله في الجميع وحياكم الله أينما كنتم أيها المتابعين الأوفياء. سمحوا لينا على التأخر اللي تأخرنا لكم على حسب الفيديوهات هذه الأيامات هذه. تشينو كنت عيان شويه يا اتمنى الله يشفي جميع المرضى ان شاء الله بحول الله، لان الانسان مبتلى، كانوا ضرني حلاقهم، ولكن الحمد لله الانسان دابا راه بخير وعلى خير، الحمد لله ولله الحمد. بالنسبه للناس اللي كيحطوا لي التعاليق في الصفحه ديال الفيسبوك كيقول لك جاوبنا على حسب المنسنجر، انا ما عنديش منسنجر الاخوان، راكم عارفين ما قدرتش نفتح المنسنجر في التليفون لان كاين عليه الضغط اكثر من داكشي اللي خاصو يتحمل. عندي الانستغرام عبد الهادي موندير، تما يقدروا يتواصلوا معايا الناس ان شاء الله بحوله، ونقدر نجاوب على الاسئله ديالهم وعلى الناس اللي باغين بعض المعلومات وعلى الناس اللي باغين يسولوا على اي حاجه ان شاء الله بحول الله. تبارك الله عليك اخي ابو زيد الحسن. بالنسبه للفصه راه عندنا الحق حنا ندخلوا ليها نهار واحد في شهر 12 كل سنه حتى ال 15 في شهر 2. دابا راه حنا دخلنا ليها الحمد لله، راه دخلت ليها الغنم، انتم كتشوفوا الغنم راه هي سارحه وسط الفصه، الرويو هو كيحك، الجو مازال اليوم الجو مزيان الحمد لله. حنا راه حنا كنتواجدوا في القريه دابا ديال الريبه فرادة، هادي الغنم اللي ما والداش، وكاينه الغنم اللي راهي والده، هادي معزوله ان شاء الله غادي نطلق عليها الفحوله نهار 5 في هاد الشهر ان شاء الله بحول الله، باش تولد ان شاء الله بحول الله في شهر 6 كيكون عاوتاني الخروف مزيان وكيكون الثمن ديالو طالع، لان الخروف كيطلع الثمن ديالو في الصيف وفي وقت راس السنه. تبارك الله عليك خويا عبد العالي، الله يحفظك، اهلا وسهلا سيمو، اهلا وسهلا اخي العزيز، تبارك الله عليك، تحياتي لكم الاخوان، شكرا لكم على التشجيع ديالكم وعلى اللايكات ديالكم على الجيمات ديالكم على التعاليق ديالكم الجميله كامله، كل شيء كنقراه داكشي اللي كنقدر عليه، المهم ملي كيكون الانسان عنده شي دولاق كيقرا وكنجاوب بعض الناس كذلك ومثال في التعاليق، الا المنسنجر اللي ما نقدرش نجاوب فيه حتى واحد لان ما نقدرش نفتحه، ولا بغيت نفتحه خاصني نفتحه عبر الحاسوب، وراكم عارفين عبر الحاسوب خاصك تكون جالس في الدار وتضيع الوقت وغادي تهمل الغلم. تليفون كيجيك ساهل، عندك فيه الانستغرام، عندك فيه كل حاجه، ولكن المنسنجر ما كيتقبلوش ليا، ما عرفتش علاش. الله يحفظك خويا عزيز، الله يسلمك وينجيك خويا رشيد، تبارك الله عليك. الدواء ديال البرغوث الروح ديال جافين ان شاء الله في البلاد، اما هنا عندنا واحد البرودوي اللي كيدير واحد 45 اورو، الا كنت قريبه خويا هنايا في هذه المنطقه هذه نعطيوك الدواء ديال البرغوث في سبيل الله، ما كاين حتى مشكل. اما الا كنتي في البلاد الروح ديال جافيل، ومن بعد حتى تنقي الكوري مزيان عاد دير الروح ومن بعد دير الجير. غزال تبارك الله عليك، اللهم امين، الله يحفظك، اهلا وسهلا، توفيق خويا، تبارك الله عليك، تحياتي لك اخي العزيز. خليل تشينو، راكم عارفين الكلب ديما خاص الانسان يبقى متبعه. بالقاسم، انا احب تربيه الغنم وانا كذلك احب تربيه الغنم، تحيه كبيره ليك، اهلا وسهلا خويا حسن، تبارك الله عليك. رضا من الجزائر، تحياتنا، ربي يحفظك خويا ابراهيم، اهلا وسهلا، شفاء عاجلا ولله الحمد، بارك الله فيك خويا ميمون. شوفوا الطبيعه شويه، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عز الدين خويا، تبارك الله عليك اخي العزيز، اهلا وسهلا، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، اللهم بارك. بقى شي حاجه ديال الغنم اللي غادي تولد ان شاء الله 25 12 تكون والده ان شاء الله بحول الله، بحال هاد النعجه هذه هي مسكينه، بحال هذيك اللي وراها كاع النعاج اللي كيبانوا لكم غلاط غلاط بزاف، راه غاديين يولدوا ان شاء الله في هذا الشهر هذا في شهر 12، المهم خاصهم يولدوا قبل شهر 1. يوسف اهلا وسهلا خويا عامر، تبارك الله عليك، العربي خويا بورزه، اهلا عزيز ولد عبد الرحيم، على سلامتك خويا بالصحه والشفاء ومزيد من النجاح، الله يحفظك خويا جواد، تبارك الله عليك، عبد الغني اهلا وسهلا،
اللي بغى يسول شي سؤال دابا الاخوان نقدر نجاوبو. تشينو ويناكي تشينو 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 ويناكي تشينو وين تشيكو وين تشيكو وين تشيكو وين تشيكو وين تشيكو. اللهم امين رب العالمين. خويا توفيق تحياتي لك اخي الكريم من ميسور بولمان. اهلا وسهلا السلام عليكم. تشينو كيت برافو خويا راك في القمه ربي يحفظك بالتوفيق. اهلا وسهلا. عندنا الكسيوه جاعت شويه الوقت ديال البرد كيكون قاسع شويه بالنسبه للكسيوه صراحه. نتمنى والله يغيثنا غيثا نافعا وبالاخص البلاد ديالنا. اما هنايا راكم عارفين واخا كتخلص الفلوس على الاراضي على حساب الكراوه سميتو الانسان كيكون متهني من الناحيه ديال الاكل ديال الغنم بعدا بالاخص. الاخوان قطعوا لينا اللايف ما عرفتش علاش قطعوه لينا. الاخوان ما تنساوش ديروا اللايكات ديالكم والقلوب الله يحفظكم. أكثرية في الأخير مني وليت كندير سميتو بزاف ما تنساوش القلوبة واللايكات لأن كيقطعوا لينا اللايف ما عرفتش علاش سبحان الله العظيم. البرد موجود البرد غير هوايا. تشينو كيطلع عليه الدم. تحياتي اخي ربي معاك الله يحفظك خويا سعيد الله يبارك مجيد. اهلا وسهلا كرم ياسين تبارك الله عليك خويا. السلام عليكم باخيرك منور الله يحفظك خويا الله ينور ايامك. عقب برد الحال الاخوة برد الحال. المهم تواصلنا معكم ان شاء الله باش تعرفونا بخير وعلى خير لان كنشوف التعليق بزاف كتسولوا لنا بزاف تمايا. ان شاء الله غادي نبقاو نحط لكم فيديوهات ان شاء الله بحول الله كذلك باش تستافدوا ويستافدوا الناس اللي هما باغيين يديروا شي مشاريع على حساب الغلم ان شاء الله بحول الله. مشاريع ماشي سهله ولكن الانسان يستافد لعل وعسى يكون الانسان النيه ديالو صادقه والله يسهل على الجميع. تبارك الله عليكم والاخوان تحياتي لكم وشكرا لكم على الدعوات ديالكم والتشجيع ديالكم. وتحيه للوليده ديالي من هنا حتى لقلعه سراغنا. تحيه لام السعديه بنت العربي الصفيري. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.